سوسن دروزة، أنا مخرجة مسرحية وتلفزيونية وسينمائية. بديت أدرس مسرح ببيروت بالبيو سي اللي هلأ اسمها LAU، وقبل وبنفس الأثناء درست أدب فرنسي، فحضرت حالي درست أدب بعدين انتقلت للمسرح، وفيما بعد عملت سنتين تلفزيون وراديو وفيلم. ابتديت مباشرة اشتغل بالمسرح، اشتغلت بالمسرح الملكي، كان في نادي ملكي للمسرح، وبنفس الوقت بديت مباشرة اشتغل بالتلفزيون. ما اشتغلت بالتلفزيون الأردني كموظفة، اشتغلت مع مجموعة مستقلة بتعمل أفلام وثائقية وأفلام دعائية، واشتغلت مع صديق إلي اسمه نجدة أنزور، هلا هو مخرج كبير بيعمل دراما، لكن بوقتها نحن كنا نشتغل على بشكل يعني أساسي نعمل دعايات، نعمل دعايات للتلفزيون نعملها على 35 ميلي، فكان بالنسبة لي تجربة مهمة كتير لدخول موضوع التلفزيون اللي هو أنا بعتبره قاعدة أساسية وقاعدة عريضة جدا بنفس أهمية المسرح. بالأثناء كنت دائما أشتغل على مسرحيات، وتقريبا عملت أكثر من لهلأ، يعني صرت كاتبة ومأخرجة ومأنجة أكثر من 22 مسرحية. لذلك يعني على مدى 20 سنة تقريبا أو 25 سنة، لما بتقول إنه أنا اشتغلت على 20 ل 22 مسرحية، فهذا كمان عدد يعني كبير من المشاريع. المسرح بياخد سنة لسنة ونص المسرحية لتنكتب ولتنجز. بيها اليوم عم in a good mood لأنه كان ممكن أكون عم صرخ. بالنسبة للمسرحية اللي هلا أنا عم بشتغل عليها اللي اسمها الحادثة، فهي يمكن أكثر مشروع اشتغلت عليه سرعة، وهو تجريب مع ارتجال مع فكرة بسيطة جداً عن صبية بتصير معها حادثة، وبهالحادثة الصغيرة بتتغير كل حياتها، بتدخل بمعترك سياسي واجتماعي، بتكتشف مسؤولياتها الجديدة، تستعين بالأدوات الدهشة وأدوات المسرح بطريقة عالية ومبالغ بها، بنفس الوقت بتلمس المواطن والفرد العربي والأردني بهلأ شو عم بيشوف، بالتغييرات، بالربيع العربي، بتساؤلاتنا الجديدة، بمسؤولياتنا، بشو لازم نحن نعمل. هاي هي الحادثة. أنا بالنسبة إلي المسرح شو ما كان الجانر تبعه، المسرح ضروري إنه يتاخد، سواء مسرحية تجريبية أو عبثية أو حدا آخر كاتبها أو كلاسيكية، يتفكفك ويرجع ينعمل إعادة تركيب له مشان يقدر يوصل للجمهور بطريقة سلسة، بنفس الوقت يضل محافظ على قيمته الأدبية وقيمته المسرحية أو قيمته التاريخية. بتزعرق؟ لا. عم تتزعرق؟ لا. تسمعش الكلام صح؟ بطلت تسمع الكلام بالمرة. بدك أشطبك أنا؟ أشطبك؟ لا لا، ما تشطبيش مرة يا ستي. هي هاي المهنة مهنة جديدة كانت على وقتي، لأنه أنا بديت أشتغل بال 87، لكن بالنسبة لي أنا ما حسيت أنه كان في تحديات حقيقية، بما أنه كانت مهنة جديدة فكانت مرحب بها، وخاصة أنه امرأة عم تعمل هاي المهنة كان مرحب بها بطريقة معقولة جدا بالأردن وبالبلاد العربية. بالتسعينات ابتديت أشتغل وأسست شركتي الخاصة، واشتريت شركة تانية في عندها الآلات، فقضيت من أوائل التسعينات لتقريبا 2005 وأنا بشتغل تلفزيون وبشتغل مسرح. بيلفوا منشوف العين، بعدين لما بتجي بتركض بدها تشوفها على المراية بتصير فيسينج اس، بنشوفها فعلا يعني اتس هوربل. أكثر الجوائز اللي أنا حصلت عليها بالمسرح أكثر من هو بالسينما أو بالتلفزيون. بعض الأفلام أخذت جوائز، يعني مثل فيلم هويات، فيلم كتير أخذ سوكسي ولف بمهرجانات عالمية وأخذ جوائز متنوعة.
كرامة لأفلام حقوق الإنسان هو ثاني سنة بنعمل هذا المهرجان، بنقوم فيه بخمسة ديسمبر لعشرة ديسمبر، وبنخلط فيه مجموعة كبيرة من الأفلام مع مسرح وموسيقى وفعاليات ثقافية موازية وندوات ومناقشات ودعوات عامة وخاصة لجمهور الأردن العريض والجمهور العربي. هلأ من الدعايات اللي أنا عملتها وكتير بحبها، لي حسن الحظ عنا يونيوم يونيوم، في دعاية كمان بحبها كتير تعيد فاينيس فاين. لا لا، يعني احنا كنا ناخد أغاني أجنبية أو مطلع الأغنية وبعدين نشتغل عليها نعمل دعايات، فأسسنا نحن لجيل كامل من الدعايات. طبعا هيك أنا عم كبر حالي، بس أنه لازم أعترف لكم عاملة أنا تقريبا شي 150 دعاية يمكن، وشي شو عارفني 100 كليب فيديو كليب. فيديو كليب كمان إجا فترة اشتغلت كتير فيديو كليب، يعني هذه هاي قصة تانية طويلة.